يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أشتري جهاز فيديو صوت وصورة بحيث ألتزم مع أهلي ألا نشاهد من خلاله إلا محاضرات ودروس العلماء، فهل تنصحونني بذلك؟ والله ما ننصحك بذلك، لأن هذا وسيلة، أول مرة أو أسبوع أو أول شهر تقتصرون على المحاضرات، ثم تقول والله نبي نطلع، نبي نطلع مثل الناس على الأفلام الأخرى، على الأشرطة الأخرى، فالشيطان يتجارى بكم شيئا فشيئا. أحسن شيء حسم المادة، والعلم تأخذونه من طرق كثيرة ولله الحمد، من غير الفيديو. نعم.